بنحييكم من أرض الحضارات، أرض التاريخ، أرض السلطنة، أرض الرجال الأوفياء، أرض التقابة والقرآن، من ولاية شمال دارفور الحبيبة. وحلقة جديدة من الشروق مرت من هنا، حلقتنا الليلة من حاضرة الولاية، مدينة الفاشر، التاريخ، العراقة، الأصالة. نعرف مدينة الفاشر عن غرب، الثقافة فيها، الأحياء الموجودة، الأندية الرياضية، ده كله حنعرفه من خلال حلقتنا الليلة من مدينة الفاشر، أولى محطاتنا، ونتابع مع بعض. مرحبا بكم، تتواصل محطاتنا معاكم في حلقتنا الليلة من مدينة الفاشر، فاشر السلطان. نحن في موقع تاريخي وموقع كبير جدا ومهم جدا في تاريخ مدينة الفاشر، هو حجر قدو. وحجر قدو يا اخواننا حسب المعلومة اللي عندي هي عبارة عن آبار بتطلع موية، آبار طالعة من الصخور ومن الحجار، عشان كده سموها حجر قدو، يعني الحجر اللي بتبرق منه الموية. المهم محطة جديدة وسؤال جديد، وسمع الكلام في خاشم سيدو، نتابع مع بعض. نزعت تماما انه نلاقيكم من مدينة الفاشر، هذه المدينة الجميلة الرائعة، وسعيدين بأهلنا ناس الفاشر، فاشر السلطان، فاشر بزكريا. نحن سعيدين. عمن انت منو؟ محمد عثمان ادريس. محمد عثمان من الفاشر هنا. يا تحي حي الوحدة شرق. طيب نحن سعيدين نكون في حجر قدو. حجر قدو دي شنو؟ ده ما كان في عبار ناس بيشربوا سوق. اها هاي. الزمن ذاك حاضر انت؟ ما حاضر. ها؟ ما حاضر. ولدوك هنا في الفاشر؟ لا. ولدنا في حتة بقول له شقرة. يعني ما عارف التاريخ بتاع المنطقة. عارف انه هناك. طيب احنا بنزل سؤال يا اخوانا، اللي عارف الإجابة يسكت لما الدور يجي عنده. درب الأربعين سمعت به؟ درب معروف ومن القدم، ودرب للتجارة كان. صح؟ ليه سموه درب الأربعين؟ والله عشان شاري طويلة. وبعدين رملة ثقيل. عشان شارع شنو؟ طويل. اها ارفع صوتك. طويل. اها وبعدين يعني عرض ثقيل، التراب ثقيل. بعد دقة انا مصافة بعيد من هنا للخرطوم هاي. عشان كده سموه مش؟ سموه طريق الأربعين. طيب تمام، متعرف عليك منو؟ معك محمد ابراهيم آدم. محمد ابراهيم من أتو حي؟ من حي السلام جنوب. حي السلام. حجر قدو سموه حجر قدو ليه؟ لأن فيه آبار قديمة فيه بيها. آبار؟ هاي مشهورة بها. شفتها أنت الآبار دي؟ عبار شفتهم جدا زمان. لا لا حاليا من 2007. هسه هي شغاله البير؟ هسه شغاله البير جدا. شغاله ولا بتقرا؟ في وشك انا شغال. شغاله ولا بتقرا؟ شغال. شغال الحمد جدا لله. طيب احنا سؤالنا درب الأربعين سمو درب الأربعين ليه؟ لانه شارع الأربعين الأربعين تمتلي فيه كثير، وسهرة بتدي فيه اسبوعين وخمسة اسابيع، بعدك بسموه شارع الأربعين. خمسة اسابيع سموه شارع الأربعين. الاسم محمد احمد بابكر من سكان هي التدامن. مرحبا. مولود في الفاشر؟ مولود في دواهي الفاشر. ها؟ دواهي الفاشر. دواهي البير دي لما كان شغال حضرته؟ حضرته هسه الان شغال البير. شغال؟ شغال. سموا حجر قدو ليه؟ حجر قدو والله منطقة طبعا من اهدي بيمثل لنا من اهدي السلطان وكده. يوم مكت مع ناس يمكن يسافروا يجوا يشربوا من الابار وكده. ممكن يسافروا يمشوا من درمان ويجوا يرجعوا. سموا بحجر قدو. طيب سموا درب الأربعين ليه؟ درب الأربعين طريق طويل. طول المدد قبل مواصلات وكده، ممكن لو دار تمشي عمدرمان وكده، يعني ممكن لو بالدواب وكده ممكن 40 يوم داك تحصل عمدرمان 40 يوم. على اسم محمد عبد الله. محمد عبد الله يا تحي. حي الجوامع. حي الجوامع. الاحياء في الفاشر شنو شنو؟ الاحياء كثيره. في الاحياء القديمه العزمه، حواره، حي الجوامع، حي كرانك. أحياء كثيرة جدا يعني. أحياء كثيرة. طيب شارع درب الأربعين سموه درب الأربعين ليه؟ درب الأربعين سموه درب الأربعين لأنه كان الناس لمن يمشوا في درب الأربعين بيطولوا شديد، يعني تقريبا بيتموا أسبوعين ثلاثة أسابيع، عشان كده سموه درب الأربعين. سموه درب الأربعين. عرب عليك. ناصر محمد علي. ناصر يا تحي. الربيط طبعا. من الربيط؟ نعم. ما شاء الله. درب الأربعين سموه درب الأربعين ليه؟ 40 دي حتبقى 40 يوم حتى بوصل البلد دي. 40 يوم؟ 40 يوم. حتى توصل. تعرف علي؟ مرحبا. هذا محمد ابراهيم عمار. مرحب بك. من الفاشر؟ من الفاشر. مواليد الفاشر؟ مواليد الفاشر من حي الحواره. ما شاء الله. حجر قدو شنو؟ حجر قدو ده ابار كان. والحجر قدو ده البير لما يحفره كان فيه حجر. والحجر ده لما
دقوه في سموه هجر قدوه الحجر انقدى وظهر فيها المياه سموه هجر قدوه. مويته سمحه؟ مويته سمحه. صحيح الزول اللي بيجري منا بيجي ثاني الفاشل؟ والله بيقولوا كذا بيقولوا كذا. ها؟ بيقولوا كذا. وسط المويه دي وين؟ المويه ده من ضمنهم ده من الابار واحد. هسه فيها مويه؟ فيها مويه. طيب انتم ما دايرين اننا نجي ولا شنو؟ ما سقيتونا منها ثاني؟ مسقوق منها مسقوق منها. لا لا لا. طيب درب الأربعين سموه درب الأربعين ليه؟ والله درب الأربعين ده كان سموه درب الأربعين لأنه كان بمشي فيه الناس بالماشية. وبحصلوا المنطقة من هنا لحد يوم درمان بأربعين يوم. أربعين يوم. سموه درب الأربعين. سموه درب الأربعين، ناخذ إجابة. متواصلين معاكم نتعرف عليه. مكي محمد فرح، مكي من أبناء الفاشر، حي المعهد ألف. المعهد ألف. سموه درب الأربعين ليه؟ والله نسبة لأرض الشارع 40 متر ونسبة لوصول من الفاشر إلى الخرطوم هي الطريق الرئيسي والطريق بأربعين يوم بتصل الخرطوم بالماشية بالدواب بالماشية وبالعربات بتصل في 7 يوم 8 يوم 5 يوم فعشان كده سمي. طيب ناخذ إجابة نتعرف عليه. مرحب محمد نور الدمكيني. محمد نور يا دحي ديمسيلك. ديمسيلك نعم. درب الأربعين سموه درب الأربعين. درب الأربعين ده سموه أربعين نسبة المشقة بتاعه، لأنه المشقة الناس كانت بتمشي بأربعين بالدواب وليس بالعربات. نعم. وكان حتى مصر ذاته بمشي لها بنفس الكلام، بتمشي قدام حتى بعد ذاك بمشوا عن طريق مصر بفرقوا في طريق بمشي الدرمان وفي طريق بمشي الصحراء بتاعت مصر، عشان كده بمشي بأربعين يوم شهر، عشان كده هو سموه طريق الأربعين، لأنه وقت ذاك عربات ما فيش بمشي بالدواب. تمام، ناخذ إجابة. العرب عليك. محمد آدم حامد جمعة. محمد آدم حامد جمعة. يا تحي. الفجر الثانوية بنات. الفجر الثانوية بنات. دي المدرسة ولا الحي؟ الحي ذات اسمها الفجر الثانوية بنات. يا خصوصي وأنا في الفجر الثانوية بنين. بنين والله محبب. إن شاء الله طيب الحمد والله الحمد لله. بارك الله فيك. والجماعة قبل قال لي زول تبغاني أنت فنان ولا؟ لا والله ده كلام سايب. قطعوا فيك سايب. أي قطعوا فيك سايب قدامك. لا أنت يمكن مرات بتدندن له كده عامل له فيها. حصل دندنت يوم والله. يمكن جايب لك دربوك عامل له فيها فنان كبكوك. لما جيت فنان كان كويس. أي والله كان جابت لك عدادات. أي كان الوقت ده كان هو بيمشي كويس. وينه ده؟ أنت؟ طيب درب الأربعين سموه درب الأربعين ليه؟ درب الأربعين سميت درب الأربعين لمشقة السفر. مشقة السفر. هاي كانت دواب والناس بتمشي بأربعين يوم يعني. كانت أربعين يوم الثانوية بنات ذاتها الأربعين. لا لا الأربعين يوم الشهر الأربعين. شارع الأربعين. إن شاء الله. كده يا أخوانا قالوا في دوبيتنا نسمع شنو؟ يوم ان كربتيت يوم ان عشان ربيت يوم ان نطق الحق عليها مبيت اما جبنا مال ما فرح مسوميت اما ان جاج بصلاة في ضلاع طبي عيط انا العيان شالوني في الحنطور ودوني العلاج ما وجد دكتور ناصحني الطبيب قال لي خبر يا نور مرض خطير بعد الدول محظور شر أنا العيان شالوني في الشبرية ودوني الحكيم نفخ شدوق علي ودوني الحكيم نفخ شدوق علي مرضان البنات ما بتصلح العملية نعم سوقت مين ضحانا من النهار هنقيل ود الحوري في قفين بالدير ود الحوري في قفين بالدير أنا تمنيت عريس طالب النريت همسير بشير بالخير ابشر والله يا عمك ده الشيب ده كله عواطف بس عمك ده متيم ومنتهي هسه كلامه ده قال الدكتور نفخ شنو جضون قال انا العيان شالوني في الحنطور لا عجبتني بس الدكتور ماله قال ما هو وريق قال انا العيان شالوني في الشبريه الشبريه دي اللي هي الجحفه اي ودوني الحكيم نفخ شدوق عليا نعم معناه جزمه متاخر نعم قال لي انا عيان شالوني في الشبريه ودوني الحكيم نفخ شدوق عليا نعم ناصحني الطبيب قال لي مرضك ده خطير في الدميه مرض البنات ما بتصلح العمليه يا سلام والله ها مرضان الحب شوف الحب ما قلت لك عمك ده شيء بعاطفه بس طيب انا سعيدين نتواصل معاكم من فاشر السلطان وسعيدنا يا اخواننا نكون محطتنا دي من بير قدو اللي هي حجر قدو انا قلت بير قدو ما هي البير يا ولد لقوا الحجر جوا انا نسيت الحجر حجر قدو يا اخواننا اللي هي بتتلاقي جنب السوق وهي عباره عن ابار قلنا حفروها ولاقوا الصخور تحت قد صخور طلعت المويه سموها حجر قدو وقالوا يا اخواننا عندهم مقوله مشهوره قالوا بيشرب منها ما بيجي ما بيجي راجع ثاني هاي يشرب منها ان شربتها كوز بتجي بعد شهر شربتها جك بتجي بعد 3 يوم
ان شربت جردل يمكن فضل تحرك من محلك ده. اي نحن زهقنا من درب الاربعين. قلنا يا اخواننا ليس مو درب الاربعين. طبعا يا اخواننا الاجابات تختلف وتتشابه. اول زول قال الاجابه صح بيكسب معانا سمو درب الاربعين يا اخواننا، لانه السفر فيه كان بياخذ 40 يوم. وانت منو؟ محمد احمد بابكر. صفقه لمحمد احمد حار يا اخواننا، صفقه. ايوه مبروك عليك جائزه مقدمه من قناه الشروق. بارك الله الله يديك العافيه. شوف ما قبيل بزعل فيه صوته برا حسه قلت له فايز، قال الله يبارك فيك. الله يسلمك الله يبارك. نمشي العربيه نحن. مبارك لاخونا محمد احمد بابكر صح؟ ايوه محمد احمد بابكر ابراهيم. محمد احمد بابكر ابراهيم الفايز معنا في محطتنا. سؤالنا عن شارع الاربعين، سموه ليه شارع الاربعين؟ قالوا ده زمان يا اخواننا قبل ما تكون وسائل النقل والشوارع السمحه دي كان الناس بيسافروا 40 يوم بالدواب حتى يوصلوا لام درمان ويوصلوا تجارتهم. وسعيدين نكون محطتنا دي من حجر قدو. محمد احمد فاز معانا بجركان مويه من حجر قدو. صفي قولوا يا اخوان. يعني احنا دايرينك تشربها وما تتحرك نهائي مني. خلاص؟ اديك المويه ولا ما دايره؟ دايره المويه. مويه دايره؟ دايره. من حجر قدو؟ ان شاء الله. خلاص محمد احمد يا اخوانا فاز بالتلفزيون مقدم من قناه الشروق، صفقه يا اخوانا. اي والله مبروك محمد احمد. مبروك محمد احمد، صفقه حاره يا اخوانا. مرحبا بكم، من حيكم من مدينة الفاشر. نحن في جامعة الفاشر كلية الطب. سؤال جديد ومحطة جديدة نتابع مع بعض. مرحبا بكم، محطة جديدة بطعم الصحة والعافية. نحن مع أخواننا في كلية الطب جامعة الفاشر سعيدين بهم جدا، وجوه النيرة. والواحد يا أخواننا دائما بيشتغل مع طلبة الطب، لأنه الواحد ماشي في كبر بعدين لما انت تكبر وتعجز مرضك بيكتر ديل بيبقوا دكاتره. قدر ما تخش لي بقول لك امشي لي بتاع الباب خلي رجع لك القروش. شرفتنا يا استاذ. فدي واحد حاجه بيستفيد منها. عشان كده انا حريص دائما قدر ما ازور مدينه اغشك الطلبه بتاعين الطب دي بالذات. هاي بتاع عذاب داك حيقول لك احفظ لي وسوي لي بجاي جاك ساي، لكن ده بقول لك رجع لي القروش، رجع لي القروش. وبعدين في نوع دواء كده بقول لك ده بيصيدليه ما تلقاه من تحت الطريده، خلي معاك. ايوه وبتاع زي اللي اشتراه بالتقلبه بيورى تلقاه عينه مجانيه وذاته جاي يوم مليح. حركات دكاتره قايل لنا ما عارفين نحن. طيب انت منو؟ نور الشام محمد علي. مرحبا بك. من وين اصلا؟ من نياله. ها؟ نياله. نياله. طيب انا بسال سؤال لكم مجموعه يا اخواننا، الحفظ اللي جاب يحتفظ بها لحد ما الدور يجي عنده. احنا سؤالنا مدينة الفاشر بشكلها الحديث، طبعا الفاشر تاريخ قديم يعني سلطنات وتاريخ قديم ويعني حقبة من الزمن، لكن سؤالنا الفاشر بتاريخ الحديث بدأ سنة كم؟ مدينة الفاشر بتاريخ الحديث تأسست سنة كم؟ بتقولي سنة كم؟ بتقري شنو؟ بقري طيب. بتقري طيب سنة كم؟ سنة ثالثة. ثالثة؟ باقي لك كم؟ ثلاثة. ثلاثة ما شاء الله. عندكم كليات شنو هنا غير طيب؟ آداب وتربية واقتصاد وموارد. بتتونسوا مع ناس تربية واقتصاد ولا طب بس؟ لا بنتونس معهم لكن ما كله. ونصتهم ظريفة صح؟ تونسوا معهم بس لأنه نصتهم ظريفة. بعدين أنت آداب بدك شو عرة الليل والبيضاء وكذا كلام سمع خلاص. أي كلام سمع. كلام ناس طب زي الناس قراية بس. أي قراية بس. طيب بتقولي سنة كم؟ يعني قولي رقم. الله يا عارفة. انت انا كنت دايرك تقولي ساي لو صادف في صادف. معنا منو؟ نور الاسلام بابكر. مرحبا بك. من وين؟ نيالة. نيالة. دي جامعة نيالة ولا الفاشر؟ اي زول نزل يقول نيالة اخوان. طيب الفاشر بشكلها الحديث ده داس سنة كم؟ والله انا بقول 1980. ناخذ اجابه نعرب عليه. اهلا وسهلا. تسنيم عمر يوسف. مرحبا بك. من وين؟ من نياله. من نياله مرحبا. الفاشر بتاريخ بشكلها الحديث ده سنه كم؟ انا بقول 1990. و90 ناخذ اجابه نعرب عليه. انا سيف عبد الله ادم. طيب ايوه. من وين؟ نياله. نياله. التاريخ كم؟ 90. وعليه عائشه محمد صالح. عايش مرحبا بك. من وين؟ من الفاشر. من الفاشر. الفاشر بتاريخ الحديث ده داس سنة كم؟ 1999. تسعة؟ اسمه آدم عبد الرحمن.
من وين؟ من زالنجي. مرحبا بك. الفاشر بشكل الحديث ده سنة كم؟ أنا بقول 1985. كم؟ 85. 85؟ مرحبا بك. منو؟ لبنى أحمد محمد المهدي نيالة. نيالة. أنا بقول سنة كم؟ 1980. 80؟ ناخذ إجابة نتعرف عليك؟ حاسم بشارة. آدم بشارة. من وين؟ من الفاشر. فاشر. فاشر بشكل الحديث ده سنة كم؟ سنة 2000. 2000. ناخذ إجابة. نتمنى لك التوفيق. عين على الكاميرا نتعرف عليه. تيسير حسين عثمان. من وين تيسير؟ من الفاشر. فاشر. تاريخ كم؟ 1900. 1900. تمام. نتعرف عليه. إسلام محمد بكر. من وين؟ من نيالة. نيالة. داسس الفاشر بشكل الحديث سنة 2004. 2004. تعرف عليه؟ نور الشام محمد عبد الله. منو؟ نور الشام محمد عبد الله. نور الشام من وين؟ الجنينة. طيب إداسة سنة كم؟ 1947. 47. دعاء أسهل الحاج. دعاء مرحب بك. من وين؟ من الفاشر. الفاشر. تقرأ طيب؟ نعم. سنة كم؟ أنا خلاص سنة سادسة. في سادسة؟ أي. دكون الملاري والنزل والحياة دكون؟ أي. والله ما شاء الله. أنت خلاص خلصت المغرب كله؟ إن شاء الله الحمد. ما شاء الله تبارك الله. طيب سؤالنا، الفاشر بشكل الحديد أسس سنة كم؟ 1989. 89. 80. منو انت؟ محاسم محمدين. هذا مرحب بك. من الفاشر. تعال قريب. انت تقري طب؟ لا لا. تقري شنو؟ دراسات اولى. ها؟ دراسات اولى. انا ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك فيك. طيب الفاشر بشكل الحديد ده سنه كم؟ 1946. 46. منو معنا؟ رماح علي. رماح. من الفاشر. الفاشر بشكل الحديد ده سنه كم؟ 1983. 83. نتعرف عليك. مريم ابراهيم. مريم من وين؟ من الفاشر. فاشر. تاريخ كم؟ 82. 82. عرب عليه؟ اسلام بابكر ادم احمد من نيالة. ده السنة كم؟ 1956. عرب عليه؟ صفا عبد الرحمن. صفا؟ ايوه. من وين؟ من الجزيرة. جزيرة وين؟ الشاورب محلية الحصة حيصة. مرحب بك. تقري طب هنا؟ ايوه. ما شاء الله. سنة كم؟ خمسة. خمسة. باقي لك سنة. قبلها الكاميرا كده. طيب سؤالنا الفاشر بشكلها الحديث ده سنة كم؟ 75. 75. 75. فايز ادم بدري. طيب هنا؟ ايوه كلها طيب. خريج بعد اسبوع ان شاء الله. ها؟ خريج بعد اسبوع ان شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. باقي لك العرس والحج ثاني. بس العرس والحج. يا ربنا يوفقك. دي يا اخوانا علاقات الواحد يستفيد منها. دي المارقين خلاص. نحن نقعد مع ناس اولى وثانيه دي. لهسه الواحد يا دوب يدرسهم في الفحص. دي هنا بيدوا عديل. طيب الباشر بشكل الحديث سنه كم؟ والله انا بس في ضبابيه في السؤال لكن انا افتكر انه مدينه الفاشر بالشكل الحديث داسه كمدينه يعني دخلت المدنيه يعني المدنيه تقريبا في العام 93 بعد تقسيم الولايات 90 ايوه 93 بعد تقسيم الولايات وهي اعتبرها كحاضره لولايه شمال دارفور اما اكثر من ذلك تقريبا 1917 و17 طيب نتعرف عليك ابراهيم محمد عز الدين ابراهيم محمد عز الدين عبد الله مرحبا بك تقرا هنا هاي كلية الطب فاينل فاينل هاي فاينل دي يعني مباراة نهائية صح؟ إن شاء الله الليلة الفاينل هاي طيب الباشر داس سنة كم؟ بشكل الحديث 1916 و16 نتعرف عليه؟ أحمد حامد أحمد أحمد من وين؟ من الفاشر تقرأ طب هنا؟ هاي طب ما شاء الله طيب الباشر بشكل الحديث داس سنة كم؟ 1975 75 و70 أخذ إجابة نتعرف عليه حمزة عبد العزيز محمد حمزة سنة كم داس 1970 وكم 70 نتعرف عليك أحمد الطيب الصديق تقريبا 1990 90 مرحبا بكم سعيدين نتواصل معاكم من داخل جامعة الفاشر كلية الطب نحن مع مجموعة طبية ناس طبيين ذاتهم وناس راغين جدا والله ناس طبيين وناس راغين يعني سألناهم عن مدينة الفاشر بشكلها الحديث قلنا داس سنة كم أول زول قال الإجابة الصح الغريبة فينا فريقين قالوا الإجابة الصح الأول فيهم حيكسب الجائزة لكن أنا ما دام معانا بناتنا دي حاحكي لي نكتة في النسوان ده قالوا جاء من الشغل وتعبان طبعا الراجل لما يجي من الشغل تعبان دار الغداء يجهزوا له البيت هنا المرة ما تشتغل لها بحاجات فارغة اللي قاعد بتسوي فيه الحنة محنة نسوي فيه الدينة قال لا يا أخي الغداء قالت لي الدوائر مشغولة أكل ساي في قلبه ساي كده قال لا طيب كوباية عصير قالت لي هذا المشترك لا يمكن الوصول إليه حاليا شغالة بالهواتف يعني البيت بتاع التلفونات قال لا والله انت عارفة دي غلطة الزول اللي بيشتغل بشريحة واحدة
قدر عليها. قال لا دي غلطه الزول بيشتغل بشريحه حدا طوالي نفضت الحين. قالت تم تفعيل الخدمه والشبكه. تم تفعيل الخدمه والشبكه جات. انت منو؟ صفاء عبد الرحمن عبد الله. صفاء يا اخوانا مدينه الفاشر 1975 بشكلها الحديث، ما تاريخها ما 90 يا اخوانا 75. الفاشر دي من زمن من سبعينات، هي مدينه عاديه مكونه فيها كل امكانياتها المدنيه. 75 صفاء جيت من الجزيره شيلي جوائز هنا يا صفاء، ما بالغتي، تخلي بنات الفاشر تشيل الجائزه انت. صفي كلها صفقه حاره يا اخوانا. مبروك عليك جائزه مقدمه من قناه الشروق الرحله العربيه صفاء. مرحبا بكم، انا سعيدين نتواصل معاكم. محطتنا دي كانت في جامعه الفاشر كليه الطب. سالنا عن الفاشر تاريخ الحديث، يعني كمدينه بدات سنه كم تاسست؟ 1975. خطنا صفاء من الجزيره من كليه الطب، فازت معانا بجائزه مقدمه من قناه الشروق عباره عن صندوق بنادول. صفقه حاره لصفاء. نحن يا اخوانا بنهدي للزول، لو ما بنهدي بقدر قيمتك لكن بمهنتك. هاي نحن نديك البنادول. لا يا اخوانا طلع بوتجاز صفقوا لها صفقة حارة. مبروك 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 عليه. مرحبا بكم، تواصل محطات معاكم في حلقتنا الليلة من مدينة الفاشر. نحن داخل مستشفى الفاشر وبالذات قسم النساء والتوليد، مجموعة من أهلنا من ناس الفاشر، محطة جديدة وسؤال جديد نتابع معكم. مرحبا بكم، سعيدين نتواصل معاكم من مدينة الفاشر. نحن داخل مستشفى النساء والتوليد في مدينة الفاشر، بنسأل سؤال يا اخواننا والعارف الإجابة يحتفظ بها. أول شيء نتعرف عليك، منو؟ ندوة محمد عبد الله بخيت. ندوة محمد عبد الله بخيت من الفاشر. من الفاشر. شغالة في المستشفى؟ وزارة الزراعة. وزارة الزراعة. جيتوا لزول هنا ولا؟ جينا عندنا زميلتنا واخوتها وضعت ما شاء الله. جبتوا لها شنو؟ جبنا لها حلاوة وسكر غمت لها غمتة كيف؟ ما شاء الله. أهم حاجة الغمتة دي يا أخوانا، تدخلها تحت المخدة بتريح زول الراقد ده. والله مما تدخل القروش يحس بالمخدة دي باردة كده. هاي بردة صح؟ باردة. طيب نحن يا أخواننا سمعنا الفاشر دي بيقول لها فاشر السلطان، وبيقول لها فاشر أبو زكريا وفاشر زكريا. زكريا ده من؟ عارفه منو؟ زكريا. هاي فاشر ابو زكريا. زكريا ده منو؟ ما عارفه انت منو؟ منى عبد الله ده محمد. منى. منى أيوة. في الزراعه برضه؟ في الزراعه ايوه. ما شاء انا عرفتكم باللون الاخضر ده. اللي شاربه لوزاره الزراعه. ايوه ايوه. طيب عارفه زكريا ده منو؟ والله فيما اعتقد انها من اسره علي دينار. اسره السلطان. سلطان؟ ايوه. يعني منو في الأسرة؟ والله جدهم. جدهم. فادي فادي اسماعيل اسحاق. فادي. نعم. من الفاشر. من الفاشر. يا تحي. الكرانك. وزارة الزراعة. في وزارة الصحة أنسيزي تخدير. ما شاء الله. نعم. طيب زكريا ده منو؟ زكريا ابن السلطان علي دينار. ابن السلطان علي دينار. نعم. ناخذ اجابة نتعرف عليك منو؟ جواهر خاطر وزارة الزراعة. وزارة الزراعة. ايوه بيعتقد انه جده من السلطان علي دينار. جده للسلطان علي دينار. محمد ابراهيم احمد محمود. من الفاشر. نعم. جاته حي. اي دارينجا. ما شاء الله. اها زكريا ده منو؟ زكريا ده ابن السلطان. ابن السلطان؟ نعم. ما شاء الله. ناخذ اجابة نتعرف عليه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الصادق ابراهيم رابح موظف في المستشفى هنا. ما شاء الله تبارك. الاجابه طبعا احد احفاد السلطان علي دينار. احد احفاد السلطان علي دينار. نعم. نتعرف عليه. بالدومه بالدومه. يا تحي. حي الزياديه. اها زكريا من؟ زكريا جدهم. جدهم. اي. طيب نتعرف عليه. مبارك ادم محمد. يا تحي. معسكر ابو شوك. طيب مرحبا بك من المعسكر هنا. اها زكريا ده من؟ ذكر ابن السلطان علي دينار. ابنه. اي. طيب ناخذ اجابه، اتمنى لك التوفيق. نتعرف عليك. طيب قبال التعريف، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه بنرحب بإذاعة الشروق في مدينه الفاشر. الاسم هارون عبد الله عبد الله موسى. معسكر ابو شوك. زكريا ده من؟ زكريا زي ما قالوا جماعه احتمال يكون إن حفيد ال ال السلطان علي دينار. نتعرف عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الطاهر هارون محمد. السيد الطاهر هارون محمد
سلطان زكريا هو ابن السلطان علي دينار. ابن السلطان علي دينار، نتعرف عليه. مستور ادم سليمان اسحاق، سكن المصانع وسط الف. اها، زكريا منو؟ زكريا جد السلطان علي دينار. جد السلطان علي دينار، نتعرف عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الاسم هيثم عبد الرحمن عبد الله. نرحب بعزاز الشروق. الله يبارك فيك يا تحيي. فاجر ساكن مليط، حي دار ناعم. يا سلام، في سمك هناك في مليط صح؟ والله ما في سمك، لكن في لعلوب. في لعلوب. لعلوب؟ اي. يا اذا ما جبت معك لعلوب؟ لا لعلوب يعني لو دار اسي بديك ممكن. طيب زكريا ده من؟ لا زكريا ده انا اصلا سمعت انه زكريا ثم فاجر زكريا لانه مجلس السلطان. وزكريا ده من احد ابناء السلطان ذات يعني. احد ابناء السلطان. مجلس السلطان. تعرف عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الاسم عبد الله يحيى، السكن شاكرين. زكريا ده انا اقول بانه السلطان. هو السلطان ذات؟ السلطان. السلطان على دينا؟ انا اقول احتمال، لان سموه باسم الفاشر ابو زكريا. احمد عبد الله عبد السلام. من وين؟ الفاشر. فاشر يا تحي. هي الثوره شمال. اها، زكريا ده مو هو ابو السلطان ذا؟ ابو السلطان من سلطان علي دينار. طيب سعيدين نتواصل معاكم من داخل مستشفى النساء والتوليد بمدينه الفاشر. سعيدنا بزوار المستشفى والناس الممرضين، نحن بنقول مبروك لكل المواليد الولد في اليوم ده وقبله يعني، لكن في يومنا جينا ده بنقول مبروك لكل مواليد، وان شاء الله يعني تربوا في عز اهلهم هنا في عز كرمنا الفياضه حنا ناس الفاشر. سالنا عن قلنا فاشر بزكريا، زكريا ده منو؟ اول زول قال الاجابه الصح بيكسب معانا الجائزه. وطبعا الناس بيقولوا ابن السلطان علي دينار او حفيد السلطان علي دينار او احد السلاطين او كده، ونحن طبعا عارفين السلطان علي دينار تاريخه كبير في هذه المنطقه، ومن اميز الاشياء اللي يذكر بها السلطان علي دينار انه كان يكسو الكعبه على 20 سنه في تاريخه، حتى كان في مصنع هنا بيصنعوا فوق الكسوه بتاعت الكعبه، والكسوه بتاعت الكعبه اللي بتمرق كل سنه طبعا بيغيروها سنه الحج، في الحج بيغيروا الكسوه بالكسوه الجديده، القديمه بيقسطعوها بيقسموها بيوزعوها على الحكام المسلمين هدايا كده لهم، وبيطرزوها ذاته وبيطلوها بالذهب والفضه. فده تاريخ كبير ما بتنسي يعني ولا بتنكر. نحن قلنا زكريا ده منو؟ فاشر ابو زكريا. قبل ما اوريكم منو اقول نكته، نسوان دي القعدات كده هاي نفرفش حبه، نفيش مغاستنا فيه. طبعا زمان يعني المثل بيقول لك يا اخواننا النسيبه قبل شنو؟ قبل الخطيبة. ما المصيبة؟ لا حول ولا قوة. قالت قبل المصيبة. قالت المصيبة. والله ده صادق لكن نقول شنو؟ المصيبة قبل بسم الله، النسيبة قبل الخطيبة. عارف ليه؟ لأنه النسيبة بتحترمك وبتغدرك تجيب لك الأكل السمح تهجر. يعني عندنا أخواننا في مصر ما بدوروا نسيبتهم لأنه لسانه بتكون طويل عليهم وبتقول لك ده ناقص وده ناقص ودي بيتي وتعمل لها. هنا ما عندنا الكلام ده. نحن هنا النسيبات طيبات، لكن في حالات نادرة يعني في نوع بيكون تلقى مخدشي نسيبته تلقاه نقناقة كده وكلامه كثير وكده. فواحد مرة بيكره نسيبته يوم الجمعة جاء داخل البيت يا دوب بيقرأ في الجريدة فطر يا دوب، قال لي قالك قال لا حول ولا قوة إلا بالله. أقعدي؟ قالت لي هاي ها قاعدة معانا كثير. قالت لي والله لمن تزهجوا مني؟ قال لا شنو ما تشرب الموية مالك مستعجلة يعني أنت؟ نحن زهجانين منك. فقالوا قبضوا عصابة ضربوا لي تليفون قالوا لي شوف يا تجيب 100 مليون يا نحرقها بالبنزين نسيبتك دي. وام مرته عرفت والناس كلها جقلبت. مرق من الصباح جاء المغرب وين؟ قال لا ما بلقط في التبرعات. انت منو؟ احمد عبد الله عبد السلام. احمد عبد الله يا اخواننا، زكريا هو والد السلطان علي دينار، وهو الشخص اللي قامت عليه يده نهضه دارفور ونهضه الفاشر يا اخواننا. وانت منو؟ احمد عبد الله. صفقه لي احمد ده حار يا اخواننا، صفقه لي احمد. مبروك يا احمد، نمشي العربيه في الجايزه بتاع مشهور. طيب نحن سعيدين نتواصل معكم من مدينه الفاشر الجميله، ونحن معانا اخونا احمد الفاز معانا في محطتنا عن سؤالنا عن فاشر ابو زكريا. قلنا زكريا ده هو منو؟ هو والد السلطان علي دينار. واحمد شغال وين؟ مياه المدن. مياه المدن، سبحان الله فاز معانا بماسوره مقدم. عين يا اخواننا انا قصد الماسوره العديل، ما تفهموني غلط، ما المواسير الثانيه دي. هاي المواسير الثانيه معناها ان الكرتونه فاضي يقول ركبوا ماسوره. احنا نشوف الماسوره قد ايه، كان في ماسوره ولا ما في؟ لا لا والله
فاز بخلاط مقدم من قناة شروق. صفقوا له صفقة حارة يا اخوان. الشروق تألق الأصالة والتاريخ. مرحبا بكم، ما زلنا متواصلين معاكم من مدينة الفاشر الجميلة، محطاتنا متواصلة نحن داخل سوق الفاشر، ده السوق بتاع الفواكه والخضر يا اخواننا. سعيدين نلاقي هنا ناس الفاشر هنا، محطة جديدة وسؤال جديد نتابع مع بعض. مرحبا بكم، سعيدين نتواصل معاكم من مدينة الفاشر الجميلة ونحن في سوق مدفسو، ونحن مع هنا ناس الفاشر هنا، سعيدين نلاقون. اول شيء نتعرف عليكم. محمد ادرك عبد الله من الفاشر. محمد ادرك شغال في السوق هنا؟ شغال في السوق هاي. شغالين شنو؟ ترحيلات. ترحيلات. السوق ده فيه شنو؟ فيه فواكه وفيه برتقال وفيه حاجات كثيره منوعه يعني. الفواكه بيجيكم من وين؟ بيجينا من الجبل، بيجينا من كتم، بيجينا من الغريب ده كله. نيالة. نيالة. الان في موسم شنو الفواكه المارقة هسه شنو؟ هسي مارقة برتقال والبصل. والبصل هاي بصل فواكه؟ هاي ده بصل بالسكر ولا ايه؟ بصل بصل والله ده بصل سمح. خلاص خلاص نشيل معنا بصل الفاشر ده. طيب البصل بيجيكم من وين؟ بيجينا من كتم. من كتم. والبرتقال؟ من جبل. جبل. جبل مرة. جبل مرة ما شاء الله تبارك الله. طيب ده البرتقال بصورة صح؟ ده بصورة فاهم بياكل وما فيه حبجوب. ما فيه أي حاجة. تمام التمام. طيب أنا حنبدا على السؤال يا إخوانا، اللي عارف الإجابة يسكت لما الدور يجي عنده. خلاص كده نبدأ بالشابات. دلتي منو؟ ريان حمدان. ريان. من ياتو حي؟ برنجية. طيب أنا حنبدا عارف إنه الفاشر بيمثل لنا فريقين في الدوري الممتاز صح؟ الأم المريخ والهلال. المريخ صعد قبل الهلال، بعد الهلال جاء لاحقه. دارين نعرف الممتاز سنة كم؟ تقولي سنة كم؟ 2010. 2010. انت منو عين الكاميرا هنا؟ مناهل محمد يوسف. منو؟ مناهل. مناهل من ياتو حي؟ من حي العمل. حي العمل. صعد سنة كم المريخ؟ 2003. 2003. نتعرف عليك منو؟ محاسن محمد موسى. ما؟ محاسن محمد موسى. محمد منو؟ موسى. أوي. والله. ده ما أنا. محاسن أنا. محاسن محمد موسى ما شاء الله تبارك الله. بنتي كبيرة ما شاء الله. أهم محاسن. نعم. المريخ صعد دوري ممتاز سنة كم؟ في الفاشر هنا؟ أي. 2014. 2014. منو؟ نجلي أحمد يوسف. نجلي يا تحي. حي القاضي. هي القاضي. المريخ صعد الدوري الممتاز سنة كم في مريخ الفاشا؟ 2001. 2001. خدنا منو؟ زبيدة بكر إدريس. يا تحي. حي العظمة. حي العظمة. صعد سنة كم مريخ الفاشا؟ والله 92. 92. بدر الدين محمد يبت. بدر الدين يا تحي. الروب الخامس. المريخ الفاشا صعد الدوري الممتاز سنة كم؟ 2010. 2010. نتعرف عليه؟ محمد علي آدم محمد. يا تحي. السلام. المريخ صعد سنة كم؟ 2012. 2012. 2012. تعال جاي قريب. تعرف عليك؟ فاروق عبد الله محمود. فاروق. المريخ الفاشر صعد دوري ممتاز سنة كم؟ المريخ صعد 2013. 2013. تعرف عليك؟ أبو بكر داوود. هاي الوحدة. صعد سنة كم؟ 2014. 2014. تعرف عليك؟ خالد زين إدريس هاي برنجية 2012. 2012. تعرف عليك؟ أيوب محمد محمود 2012. 2012. ده انت ولدوك ولا ده المريخ؟ المريخ صعد. المريخ صعد. ايوه صعود للدرجه الممتازه. الممتازه. انا اتعرف عليه. صبر ابراهيم احمد علي. اها. المريخ صعد 2013. 2013. 2013. عين على الكاميرا. عازم عبد الله ادم. المريخ صعد 2012. 2012. و12. مرتضى موسى. يا تحي. حي تنباسي. المريخ صعد الدوري الممتاز كم؟ المريخ صعد 2012. 12. عارف عليه؟ عارف. محمد عبد الحق عبد الغني. عارف ولا ما عارف؟ عارف طبعا. اي حاجه خلاص ما دام عارف ورينا. المريخ الفاشر صعد الدوري الممتاز سنه كم؟ سنه 2012. 2012. منو انت؟ عبد الكريم. عبد الكريم. عبد الكريم صعد سنه كم؟ 2011. 2011. متعرف عليه؟ الخير عبد الله محمدي هاي برنجيه.
المريخ صعد 2012. 2012. طيب نتعرف عليه. لقمان حسب الله قادر. لقمان. اي. من حي. من حي المهد بقى. ها صعد سنة كم المريخ؟ 2013. 2013 منو معنا؟ سليمان محمد صالح سليمان. 2013. 2013 منو؟ طبعاً مرادم. اها. يا حي. حي مغرقة. مغرقة. اي. صعد سنة كم المريخ الفاش؟ 2012. 2000؟ ايوه 12. 12. طيب نتعرف عليه. سقراط التجاني. منو؟ سقراط التجاني. سقراط. اي. يا سلام والله اسم جميل. سقراط من وين؟ نيال حي الوادي. حي الوادي. مريخ الفاشر صعد دوري ممتاز سنة كم؟ 2011. 2011 نتعرف عليه. جد ابراهيم محمد عثمان. جد من يا حي؟ من برنجية. برنجية. نعم. المريخ الفاشر صعد الدوري ممتاز سنة 2013. طيب انا سعيدين معانا مشاركة شعرية. من انت؟ مرتضى موسى. مرتضى. نعم. موسى. مرتضى موسى علي. نعم. ما شاء الله. مرتضى بيشاركنا انت بتكتب شعر؟ والله انا دائما برتاح للشعر الجاهلي ولكعب بن زهير بالاخص يعني. نسمع شنو؟ قصيدة الكعبة. نسمع عليك مرحبا. هذه الكعبة كنا طائفيها والمصلين صباحا ومساء، كم سجدنا وعبدنا الحسن فيها، كيف بالله رجعنا غرباء، دار أحلامي وحبي لقيتني في جمود مثلما تلقى الجديد، أنكرتني وهي كانت إن رأتني يضحك النور إلينا من بعيد، رفرف القلب بجنبي كالزبيه وأنا أهتف يا قلب التئد، فيجيب الدمع والماضي الجريح، لما عدنا ليت أنا لم نعد، لما عدنا أولم نطوي الغرام وفرغنا من حنين وألم، ورضينا بسكون وسلام وانتهينا لفراق كالعدم، أيها الوكر إذا طار الأليف لا يرى الآخر معنى للهناء، بل يرى الأيام صفرا كالخريف نائهات كرياه الصحراء، آه مما صنع الدهر بنا، أو هذا الطلل العابس أنت والخيال المطرق الرأس أنا، شد ما بتنا على الضنك وبت أنت، شد ما بتنا على الضنك وبت. صفقة حارة يا اخواننا والله، صفقة حارة، صفقة حارة. طيب مرحبا بكم، سعيدين نتواصل معاكم من مدينة الفاشر، مدينة الروعة والجمال والحفاوة والاستقبال الحار. والله سعيدنا نحن في سوق مدفس مع هنا ناس الفاشر ضاربين البرتقالة بصورة، ضاربين الجريب فروت، والامور واضحة يا اخواننا. نحن سعيدنا بهم، سألناهم عن مريخ الفاشر، قلنا يا اخواننا الرياضة تاريخها قديم في الفاشر، والاندية عديدة، المريخ والهلال والمورد وكل الاندية الرياضية الموجودة في الفاشر. الآن الفاشر عندها فريقين في الدوري الممتاز اللي هم المريخ والهلال. قلنا المريخ صعد الدوري الممتاز سنة كم؟ مش لعب فيه سنة كم، صعد صعود للدوري الممتاز كان سنة كم؟ طبعا واحد شغالني قال لي يا أخي النسوان دي ما بعرف أنا الكورة. والله بعرف الناس دي، ما قالت لك أنا من رخابي عشان ولدي بس مع الولد سايب يمشي. بعدين الكورة ذكرتني نقطة، رباطابي ماشي في السوق، طبعا رباطاب ده ردهم سريع يعني، ماشي في السوق فجاب شحاد قال له يا أخي كرامة اداه 100 جنيه بس اداني كده الشحن ورت لمو فوقه، قال لهم هاي انا اديته 100 جنيه ولا اديته كرت احمر جايني. هذه ناس الكوره بيفهموا زول ودو كرت احمر لعيبه كلهم بيجوا جارين، لا 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 هاي بيحتجوا هاي، والجماعه ببروا كرك التحكيم ده بتاع كوره والله يصدق. الله يده حافظ حفظ ده بتاع كوره ده بيشيل عن كولي بيحضر الكوره كلها. طيب احنا قلنا صعد مريخ الفاشر يا اخوانا، تشابهت اجابات كثيره 2012 وانت منو؟ محمد علي. يا محمد صفقه حاره لمحمد علي ده يا اخوانا، صفقه مبروك لمحمد علي، فزت معانا بجائزه مقدمه من قناه الشروق، نمشي العربيه نشوف الجائزه بتاع محمد علي. طيب سعيدين باخونا محمد علي في سؤال عن محطه رياضيه، سالنا عن مريخ الفاشر صعد للدوري الممتاز 200، قلنا يا اخوانا الاجابه الصحيحه 2012، محمد علي فاز معانا بشنكار مقدم من قناه الشروق. تلعب طوالي حق كوره صف، يقول لي صفقه حاره. هاي يعني احنا اي اول زول قال اجابه الصح بيكسب معانا. نشوف يا اخواننا ده شنكار ولا ما شنكار، والله ما لقينا شنكار، لقينا ابو تجاه. الصفقه حاره لمحمد علي يا اخوانا، صف يقول صفقه حاره يا اخوانا، صفقه حاره. مرحبا بكم، بنحييكم من فاشر السلطان، فاشر ابو زكريا، محطات متواصله في حلقتنا الليله من مدينه الفاشر، محطه جديده وسؤال جديد نتابع مع بعض.
مرحبا بكم، سعيدين تواصل محطاتنا معاكم من مدينة الفاشر الجميلة، ونحن في حي تومباسي شمال. تومباسي صح؟ نعم تومباسي. اسمه تومباسي شمال. سموه تومباسي ليه؟ سموه تومباسي اسم للتوم باسي اللي هو كان الملك الموجود بالتوم باسي. التوم باسي. على الحي سموه توم باسي، وبقت طوال تنطق كلمة واحدة بقت توم باسي. تمام، أنت منو؟ مرتضى إبراهيم حامد. مرتضى والله نحن شاكرين لكم جدا التراث واللي قدمتوا لنا ده. أول حاجة ده تراث منو؟ ناس منو ديل؟ ده تراث قبيلة الهوسة. الهوسة؟ نعم. ما شاء الله، فرقتكم دي اسمها شنو؟ اسمها فرقة الهوسة التراثية. هوسة. الغنى اللي قدمتوا لنا ده اسمه شنو؟ دي اللي هو الرقصة اسمها تكعي. ها؟ تكعي. تكعي. هاي بالروتانا. هو تكعي دي الرقصة الشعبية. طيب. اللي هو المشهورة بقبيلة الحوسة. ثاني من الرقصات المشهورين بها الحوسة شنو؟ عندنا نرنقة دي. دي برضو رقصة تراثية. وفي عندنا بريدو. دي برضو رقصة تراثية. نعم. كنت بتغنوا بتقولوا شنو؟ بنقولوا ليلو ليلون على ليا. ليلو اللي هو بتاني بكلمة الحاجة السمحة. وعندنا جلالة الله بعدهم كويكبة حلي ربوبة اللي هو الله بعدهم كويكبة حلي ربوبة بنعني به أن ربنا يدي قسمة لكل إنسان ما إشان عمايله ما إشان نيته. دي حاجة ربنا قاسمة لك بتجيك. قاسمها لك بتجيك. أيوة أنت ترضى بواقعك. أي ترضى بالشيء المكتوب. طيب أنا شايف أمامنا كبار هنا في الفرقة دي الرقص ده ما بيتعبون؟ ما بتعبهم لانه ناس بيضربوا شنو بيشربوا انا قدو قدو ولا شنو بيشربوا الفرا والاقاشي جماعه ضاربين الاقاشي صح؟ ايوه والله انا شفته بعدين عمنا ذاك لابس نظاره نظر قلت له على العصايه دي كان جلت ما مشكله عمنا ثاني ده هو عمنا ثاني ده من الناس القدام هو ده من الناس القدام اللي هو الفرقه دي تاسست من 1986 اتأسست بهذا النموذج الحسي انت شفته بالله 86 نعم دين نفس الناس اللي بدوا الفرقه؟ لا لا في ناس جداد ناس في اجيال في اجيال غلفت يعني ما شاء الله واللبسه دي اسمها شنو؟ قرنبوبه ها؟ قرنبوبه برضه لبسه هوسه؟ نعم دي في افريقيا كثير لابسينها اه ايه غير الهوسه في قبائل بتلبسها في 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 افريقيا دي كلها مشهوره بتلبس نفس اللبسه اه ايه طيب والله نحن سعيدين برضه معانا الشاب ده هنا دي اسمك منو؟ حسن عبد الدليل حسن انت حتشاركنا بشنو؟ نشارككم بدوبيت بتاع الرقصة بتاع إرسان كده نسمع أنا هنا دي يا دابو جينا حسابكم المال بارد رشينا هذا قرارات تلقو يا عمتنا قرارات تلقو يا عمتنا أنا هنا دي دبل المدفونة كتير الناس مغرفونة محمد موسى زكى دواله يمين وشمال كل أخوانه بكره قبال اخوه كمان جيرانه عمنا منو؟ للي الحاج حسين للي الحاج حسين للي الحاج حسين ايوه للي الحاج حسين عمر عمر ايوه ساكن وين؟ ساكن تومباسي تومباسي أيوة. دوك هنا؟ هنا طوالي الفاشل ما شاء الله وده شنو لابسه ده؟ ده اي ده تاريخ تاريخ؟ اي تاريخ شنو؟ تاريخ دارفور حضرت التاريخ زمان انت؟ اي حضرت اي حاجة انا حضرت وريني زمان في شنو كان حضرت شنو؟ زمان؟ اي حضرت كان الرواد بتاعت السلطان علي دينار نعم اي السلطان علي دينار شفته؟ ايوه شفته بعينك دي؟ بعيني ده ها؟ اي حضرته؟ حضرته طوالي كنت عمرك كم سنة؟ اوه عمري كنت متزوج كنت متزوج؟ اي ما شاء الله تبارك الله أي. ما شاء الله تبارك أي. الله طيب تاني حضرت شنو؟ الحكم الانجليزي حضرته؟ حضرت الحكم الانجليزي، حضرت نعم. اي حاجه موجوده في في الدارفور هنا. في دارفور؟ ايوه. وده اللبسه دي داك لمنه؟ اللبسه دي؟ الوشاح ده. اللبسه دي وشاح ده برضه كان في 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 لعبه. لعبه؟ في لعبه هنا في النقعه دي. اها. بالعصاية. بالعصاية زي و... الجماعه دي اللي بيعملوا هسه؟ ايوه وبعدين في اشياء في الرجل هنا. اشتغل. اها. ايوه. ما شاء الله تبارك الله. حضرت الزمن داك يعني حضرت الزمان ده كل اي حاجه هنا حصلت في النقعه دي انا كنت حضرت حضرتها ما شاء الله تبارك الله يعني سلطان علي دينار حضرته وزمان السلطنه ذاته حضرت لا حضرت اي حاجه ما شاء الله تبارك ربنا يديك الصحه والعافيه امين جميعا الله يديك العافيه جميعا جميعا طيب انا بسال سؤالنا يا اخواننا السؤال بقوله للناس كلهم العارفه الاجابه يحتفظ بها بنبدا باخواتنا ديل عشان الشمس والحرف فبنبدا معانا منو انت مواهب حسين محمد حسين مواهب سؤالنا يا اخواننا
الان الفاشر فيها مطار دولي، مطار دولي، مطار دولي يعني شنو يا اخواننا؟ يعني ممكن تجيو طيارات من برا السودان من دول ثانيه. المطار لما تجيو طيارات من جوا السودان بس بسموه مطار محلي ما دولي، لكن مثلا من السعوديه تجي طياره، مثلا من ليبيا تجي طياره، من برا يجي طيارات ينزلوا هنا ويقوموا من هنا يمشوا دول برا بسموه دولي، بيستقبل اي طيارات خلاص. ده مطار بقى بالمواصفات العالميه. نحن دارين نعرف مطار الفاشر ده مطار دولي، بقى 200 دولي. سنه كم بقى مطار دولي؟ ما كان اصلا مطار موجود، بقى كان سنه كم؟ 2010. تعرف عليه؟ منى الزين عبد الله الزين. منى ساكنه وين؟ حي تنباسي شمال. اها المطار بقى دولي 200 مطار الفاشر. 2010. 2010. و10 تعرف عليه؟ وهيبه حسن محمد. وهيبه بقى 200 دولي المطار. والله على ما اعتقد في التسعينات. يعني سنه كم؟ 1992. 92 معنا منو؟ سميرة زين عبد الله. 2009. 2009 بتعرف عليك، ارفع راسك فوق. زينب التونسي. زينب التونسي. ايوه. المطار بقى دولي 200 مطار فاشل. من 2004. 2004 بتعرف عليك؟ اسراء محمد بشير. اسراء بقى 200 المطار دول. 2010. 2010 مرحب بك، نتعرف عليك. زي اسماعيل النور. اسيا بقى 200. زي اسماعيل النور. هاي مرحب بك عائشة. 2004. 2004. معنا منو؟ كوثر أبو بكر عمر. كوثر بقى 200 من دول المطار. 2005. 2005. ناخذ إجابة فنية. تعرف عليك؟ سمير أحمد أبو بكر. من ياتو حي؟ حي الجيل. مرحب بك. المطار إذا عمل دولي سنة كم؟ 2009. 2009. الطاقية دي شنو لابسينها؟ دي مبادرة ولاية شمال دارفور للنظافة، يعني خارج وداخل الولاية. مبادرة؟ انتوا منظمة ولا شنو؟ اي منظمة. اسمها شنو؟ منظمة اسمها مبادرة ولاية شمال الفاشر ولايتي. ولاية. اي. عاملينها شباب يعني؟ عاملينها شباب اي. براكم طوعين؟ اي برانا طوعين. بتعملوا شنو؟ بننظف الولايات ومحلياته. بننظف الولايات والولايات ومحلياته. محليات. اي. مجان من غير مقابل. مجان من غير مقابل. طيب بتستوعبوا الناس كيف؟ بنستوعب الناس عن طريق الدعم الاجتماعي والناس الخيرين وبتدعوا الشباب يشاركوا معاكم. بندعي الشباب يشاركوا معانا. طيب نتمنى لكم التوفيق والله ان شاء الله. ان شاء الله البلد تكون دائما نظيفه. طيب نحن سعيدين نتواصل معاكم في حلقتنا الليله من مدينه الفاشر وفي حي شنو؟ تنباسي. تنباسي شمال. تنباسي شمال. تنباسي شمال او التنباسي. العمده بتاعه كان اسمه التنباسي، سموه عليه تنباسي شمال. ونحن سعيدين نزعل عن مطار الفاشر الدولي، قلنا بقى دولي 200 يعني بقى تنزل فيه الطيارات من برا السودان وتقوم منه طيارات لبرا السودان. قالوا يا اخواننا اول زوج قال الاجابه الصح بيكسب معانا الجائزه وهو 2009. انت منو؟ سميره زين عبد الله. صفقه حاره لسميره دي يا اخوانا. مبروك عليك يا سميره، جائزه مقدمه من قناه. انت ساكنه تنباسي هنا؟ ساكنه تنباسي. والله الناس يصفقوا لك شديد. بيعرفوك كلهم ترى ليه معي بيعرفوني. الله يديك العافيه. رايح العربي شوف الجاي. مرحبا بكم، سعيدين نتواصل معاكم في محطتنا دي من حي تنباسي شمال بمدينه الفاشر. واختنا سميره فازت معانا بسؤالنا عن مطار الفاشر الدولي، اصبح دولي 200 من 2009. وسميره يا اخواننا سبحان الله فازت معانا بمفراكه مقدمه من قناتش. صفقوا له. ليه تحكم كده؟ عادي. عشان كنا ليه مفراكة. اي احلى. طيب كده نشوفها مفراكة ولا ما ولا مفراكة. فازت بتلفزيون مقدم من قناة شروق صبري. يا سلام يا تاك يا سمين. مبروك صبري. قول يا صبري حار. شكرا لأهلنا في ولاية شمال دارفور الحبيبة على حسن الاستقبال والحفاوة. شكرا لمدينة الفاشر التاريخ والعراغة والأصالة. شكرا لأهلنا في الفاشر اللي استقبلونا بالحفاوة والترحاب، اتونسنا غنينا رقصنا استمتعنا معهم بحلقتنا الليلة. نتمنى أنكم كمان تكونوا استمتعتوا معنا بحلقتنا من الفاشر من ولاية شمال دارفور. حتى الحلقة الجاية بترككم في أمان الله ورعايته، بقول لكم دمتم في أمان الله.